السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعد حليب الصويا أحد أنواع الحليب النباتي الذي يمتاز بالإضافة للمذاق اللذيذ بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، فبوفرته على مستوى الكالسيوم فهو يدعم صحة العظام، أما باحتوائه على كميات مهمة من الأيزوفلافون فهو يقلل فرص الإصابة بسرطان البروستاتا. وأخيراً ما يهم السكري، فإن مؤشره وحمله الجليسيميان المنخفضان يضمانه للمشروبات المفيدة لمرضى الداء. ومن هنا، فإن كنت تعاني من السكري وترغب في الاستفادة من الحليب، فينصح بشرب كوب متوسط منه، أي حوالي 100 مللتر خلال حصة واحدة في اليوم. وختاماً لحلقتنا، نرجو أن نكون قد أفدناك عزيزي المشاهد بهذه المعلومات حول حليب الصويا. وإلى موضوع قادم إن شاء الله، دمت ومن تحب بصحة وعافية.